أهلا بحضراتكم في هذه التغطية. بيشهد سوق الذهب في مصر حالة من عدم الاستقرار خلال الساعات القليلة الماضية بعد اقتراب جرام الذهب عيار 21، هو الأكثر مبيعا في مصر يوم الخميس، من مستويات 3900 جنيه للجرام الواحد. في المقابل ذكرت شعبة المعادن الثمينة أن الأسعار الحالية مبالغ فيها ولا يجب اتخاذ قرار الشراء عند المستويات الحالية. فماذا يحدث في سوق الذهب؟ لتفاصيل عن حالة التخبط يعني اللي بتحصل في سوق الذهب هيكون معانا الأستاذ نادي نجيب، عضو شعبة الذهب بالغرفة التجارية. أهلا بيك أستاذ نادي معانا على تلفزيون اليوم السابع. أهلا بحضرتك وأهلا بالسادة المشاهدين. أهلا بحضرتك. في البداية حابين نعرف يعني آخر تطورات الذهب النهاردة، الذهب بكام يعني والمتوقع خلال الأيام القادمة يعني. حاليا السوق يعتبر شبه متوقف عن الأسعار، ولأن في ذبذبة جامدة في السوق وفي سيطرة على الأسعار، فطبعا السعر متوقف حاليا لحين يعني لما السعر يستقر. نقدر نقول الاستقرار هيكون امتى يعني؟ يعني الحالة اللي احنا فيها دي مستمرة معانا ليه؟ يعني الحالة دي يعني هو بالكثير أوي يعني يوم أو اثنين بالكثير يستقر الحال، وبعد كده تظهر الأسعار، لأن الأسعار حاليا مش مظبوطة، لأن طبعا سعر الدولار برضه مش مظبوط في السوق الموازي والدنيا مش مستقرة عموما. طيب نقدر نقول انه الاستقرار ده هيكون عند السعر كام؟ يعني احنا بنتكلم الجرام 3900، انتوا متوقعين الاستقرار يكون سعر الجرام كام؟ لا هو طبعا يعني هيكون أقل من كده، طيب يعني احتمال يكون برضه يعني احتمال يكون أقل 100، أقل 120، 150 كده يعني. طيب أستاذ نادي، إيه يعني مين السبب أو إيه أسباب كل التخبط اللي إحنا شايفينه ده؟ يعني إحنا ما بقول بنقع لحضرتك، يومين. هو يعني في ذبذبة جامدة في السعر، وده السعر ده غير مستقر، عشان كده يعني بقول لحضرتك سعر الدولار في السوق الموازي اللي هو السوق السوداء يعني مش مستقر، وطبعا سعر الأوقية العالمية بيتضرر في سعر الدولار ده علشان خاطر يطلع السعر المحلي، السعر لغاية دلوقتي مش مستقر، فما في سعر قادرين نقوله أو نشتغل بيه يعني لو دلوقتي. حصل استقرار للدولار حضرتك بتقول انه هيحصل استقرار للذهب. طبعا. طيب بخصوص عمليات الشراء، يعني حابين ننصح الناس برضو الفترة اللي جاي، حضرتك تنصح بايه؟ هل الناس يعني نستنى اليومين الجايين لحد ما يحصل استقرار طبعا. مؤقت، ولا الوضع ايه بالظبط؟ لا يعني اللي هو عنده استعداد يشتري حاليا يشتري، وعنده سيولة يشتري، عايز طبعا يعني يتأنى شوية ويستنى، ممكن يعني تبع الحالة اللي هو عايزها، يعني تبع ما هو عايز، مش احنا اللي هنقرر، هو اللي هيقرر، لان هو اللي هيشتري، طيب فهو ممكن يشتري بالسعر الموجود حالي عند التجار او يستنى لما الحاله تستقر ويبتدي يشتري. طيب حضرتك بتتوقع انه خلال يومين هيحصل استقرار، هل الاستقرار ده مؤقت ولا احنا يعني هنشوف كل شهر في مشكلة الذهب بيغلى وبعدين بيقل؟ انا حابك تكلمني اكتر على، احنا بنتكلم مثلا على عام لا 2024. حضرتك الذهب اصلا سلعه عالميه، يعني كونه يستقر خالص مثلا او ما يعلاش او ما ينزلش، ده طبعا استحاله، لان هو من قديم الازل معروف ان الذهب ده سلعه عالميه مش سلعه محليه، وبيتاثر بالاحداث الدوليه عموما، حاله الحرب وحاله السلم وحاله الاقتصاد بتاع الدول وحال وسعر البترول برضه، كل دي مؤثرات، وحاله السلم وحاله الحرب، يعني حاجات كتير جدا بتأثر في السلعة دي لأنها سلعة حساسة وسلعة عالمية. فطبعا عمر الذهب ما يستقر على طول، هو يبقى فيه شوية بيبقى عالي وشوية بيبقى هادي، طبعا تبع الحالة العمومية بتاعت البلد وبتاع البورصات العالمية. طيب أخيرا أستاذ نادي، شعبة الذهب كانت بتناشد المواطنين بتوخي الحذر يعني في شراء الذهب
في الوقت الحالي. حابين نعرف تفاصيل التحذيرات دي اكتر. انتوا يعني اطلقتوا المبادرة دي امتى؟ وهل يعني هو الكلام اللي احنا قلته النهارده فقط لا غير، ان احنا بنقول للجمهور يعني ان هو يعني يحاول يشوف التمثال يشتري بيه، بس تمام؟ يعني بنقول لهم بلاش يخش في الموجة العالية علشان خاطر ما يحصلش لأي خسائر. لكن حضرتك بتقول انه في خلال يومين ممكن يحصل استقرار نسبي، عشان برضو اللي طبعا بيسمعنا ممكن يبقى فاهم القصة دي. فلو حد مثلا مقبل على الجواز بيشتري شبكة، الموضوع ده بالنسبة له لا، اللي مقبل على جواز طبعا وبيشتري شبكة دي مش هتأثر فرق السعر معاه، لأنه هتبقى حاجة بسيطة. يعني هو اللي بياخد شبكة النهاردة ما بياخدهاش أكتر من 10 أو 20 جرام. 20 جرام حتى لو في 10 أو 20 جنيه زيادة في ال20، يبقى يعني 40، يعني حوالي 400 جنيه أو 300 جنيه، مش فرق يعني. لكن التحذيرات للي بيستثمر في الذهب على للي المدى الطويل. بيستثمر بياخد كميات كبيرة، يعني 100 200 دي بقى تأثر معاه شوية، لكن 10 جرام و20 جرام حتى في 10 جنيه بتعمل 200 جنيه مش فرق يعني. طيب الأستاذ نادي نجيب، عضو شعبة الذهب بالغرفة التجارية، بنشكر حضرتك يعني على تواجدك معنا وعلى كل هذه المعلومات الهامة. العفو يا فندم، تحت امرك. شكرا يا فندم. العفو يا فندم. مستمرين في تغطية إخبارية على مدار الساعة من تلفزيون اليوم السابع. شكرا جزيلا لحضرتك.